او ضد ان مانويل جوزيه يرجع يدرب الاهلي تاني؟ لا ده انا مع ان هو يرجع يدرب الاهلي تاني. لا طبعا وانا مع ان هو يرجع. لا ارفض يرجع للنادي الاهلي. لا صعب دلوقتي. لا مش مع ضد مانويل جوزيه يرجع يدرب الاهلي. لا طبعا مع ان هو يرجع تاني. انا نفسي اللي هو يجي يدرب النادي الاهلي. ليه؟ عشان زملكاوي. لانه اكتر مدرب حصل على انتصارات وبطولات في عهده، هتم بطولات كتير قوي للاهلي، فده مدرب محترم جدا. يعني مانويل جوزيه هو المدرب الاصلح، يعني ممكن يجي فتره انتقاليه لمده سنه لحد ما يشوف مدرب كويس يجي تاني. انا شايف في حاليا مع الاهلي مع مستواه ده مش لازم نستنى مانويل جوزيه يرجع، يعني اللي ربنا خلقه ما خلقش غيره يعني، فاكيد يعني في ناس احسن منه كتير. هيبقى في منافسه جامده ما بين الاهلي والزمالك، وهو اصلا كعبه عالي على الزمالك دايما، فانا كزملكاوي لا مش عايز يرجع، عايز الزمالك يبقى كسبان والدنيا الاهلي يقع اكتر. دلوقتي احنا عايزين مدرب اللي هو مصري. انا كنت شايف اصلا من زمان ان ما ينفعش ان حسام البدري يمشي، مانويل جوزيه عنده خبره وهو يعرف يتعامل مع اللعيبه نفسيا وكده، بس في اخبار بتقول ان هيبقى بيدرو هو اللي يبقى مدير فني وكده، بس هيبقى مجرد مستشار فني بس مش اكتر. بصراحه الراجل يعني كان مدرب كويس ونفع الاهلي سنين طويله، والنادي برضو على يده خد بطولات كتيره، وهو يعني سنه مش كبير ان هو يرجع للاهلي يعني، والاهلي برضو يرحب بيه في اي وقت يعني، عشان هو حقق انجازات كتيره في النادي الاهلي.